تعال نشوف مشوار النادي الأهلي في دوري الممتاز للكرة الطايرة قال إيه. مشوار الأهلي مع نادي الطيران، الأهلي بيفوز 3-0 في أول مباراة، 25-16 و25-17 و25-17. الجولة الثانية مع نادي سبورتنج 3-0، الأهلي 25-19 و25-18 و25-17. الجولة الثالثة كان مع نادي سموحة، الأهلي بيفوز 3-0، 25-16 و28-26 و25-17. في الجولة الرابعة الأهلي لعب هيئة قناة السويس، كسب بنتيجة 3-0، 25-14 و25-20 و26-24. الجولة الخامسة لاعب نادي قوي جدا، نادي طلائع الجيش الوحيد اللي كسب من الاهلي مباراتين في 101 مباراه. الاهلي بيفوز 3-2 بنتيجه اشواط 25-15. اول شوط كان النادي الاهلي، الشوط الثاني والثالث الجيش كان يعني كسب الشوطين 25-20 و25-19، لكن يعود مره اخرى رجال النادي الاهلي ليفوزوا باخر الشوط الرابع والخامس 25-18 و25-8. عفوا 15-8. المباراة للنادي الأهلي كانت مع الاتحاد السكندري، الأهلي بيفوز 3-0 بنتيجة أشواط 25-17 و25-19 و25-13. مشوار الأهلي سريعا في الدور التمهيدي بيفوز، كان الدور التمهيدي اتلعب عبارة عن الدور التمهيدي اتلعب على أربع مجموعات. خلينا نشوف الدور التمهيدي للنادي الأهلي. الأهلي لعب 6 اكتوبر 3-0 وبتروجيت 3-0، نتيجة الأهلي وهليوبوليس 3-1 و3-0 مع بنها، 3-0 مع نادي النصر و3-0 مع بني سويف. في الأسبوع السابع الأهلي بيفوز على 6 اكتوبر 3-0 على بتروجيت 3-1 وعلى هليوبوليس 3-0، بنها 3-0 والنصر 3-0 وبني سويف 3-0. مشوار الاهلي في الدور قبل النهائي قبل ما يروح للفاينل او المجموعه اللي احنا استعرضناها في اول اللقاء. الجوله الاولى الاهلي بيفوز على نادي طنطا 3-0 وهيئه قناه السويس 3-0 ونادي الشمس ايضا 3-0. في الجوله او الاسبوع الرابع الاهلي بيفوز على نادي طنطا 3-0، هيئه قناه السويس 3-0 ونادي الشمس 3-0 ليصعد الى الدور النهائي. زي ما شفنا قدامنا النادي الاهلي استعرضنا مشواره من الدور التمهيدي ما شاء الله عليه، خسر شوط من هليوبوليس وخسر شوطين في الدور التمهيدي من هليوبوليس وخسر شوطين من نادي الجيش في المرحله الاخيره.